مساء الخير. استكانت المنطقة على خلفية زيارة قداسة البابا فرانسيس العراق متيحة فتح مساحة حوارية مفقودة بمقابل تحفيز الحروب وتسخين الساحات قبل التفاوض الإيراني الأمريكي. لعل العراقيين يتذكرون اليوم أن نسل النبي نوح بنوا بعد نهاية الطوفان قبل آلاف السنين برج بابل في سهل شنعار في بلاد ما بين النهرين، ليجمعهم مكان واحد من الأرض فلا يتبددون على وجه البسيطة الواسعة. هذا ما ورد في سفر التكوين عن رواية أبراج بابل العراقية التاريخية. وفي زيارة البابا فرانسيس اليوم ما يبشر بانتهاء الطوفان الدموي في بلاد الرافدين الذي بدأ منذ عام 1980 تاريخ طوفان الحروب، فقد حمل الحبر الأعظم إلى العراق والمنطقة رسالة جمع ومحبة وسلام لبلسمة الجرح العراقي المفتوح على صراعات المنطقة، أملاً بافتتاح العراقيين صفحة جديدة من حياتهم بلون الزيارة البابوية وبروحية الصلوات التي ستقام على نية الأخوة الإنسانية التي وقع وثيقتها قبل عام في دولة الإمارات مع شيخ الأزهر، واليوم يوقع نسختها الثانية مع الإمام السيستاني في العراق. لبنان التواق لاستقبال البابا في الآتي من الأيام يرقب بارتياح زيارة الحبر الأعظم العراق، ويرقب أيضا مسار الاحتجاجات الغاضبة في الداخل على وقع تحليق الدولار وجنون الأسعار وضياع الكبار قبل الصغار في آتون الفوضى وصراخ الناس والقطاعات الإنتاجية. واكتملت اليوم بصرخة وزير التربية وتحذيره من انهيار القطاع التربوي في لبنان. أما ساحات لبنان وشوارعه فهي على موعد في الثانية بعد ظهر غد السبت لتحركات احتجاجية واسعة دعت إليها هيئات الثورة ومختلف أطياف المجتمع اللبناني الموجوع. صحياً، عدات كورونا إلى ارتفاع، فقد سجلت 3202 إصابة جديدة و52 حالة وفاة. لهيب الأسعار مستمر ولهيب الشارع مفتوح على المزيد مع تجدد مشهد الإطارات المشتعلة في المناطق التي باتت تعيش تحت وطأة سالكة وآمنة، وكأن الأوضاع تنزلق باتجاهات غير محسوبة في ظل الشلل السياسي والانهيار الاقتصادي. من حال الطرقات وجولة الزميل بيير البايع نبدأ. إذن بيير، أين أنت بالتحديد وكيف يبدو لك المشهد؟ نعم، مساء الخير هبة. مساء الخير هبة. خلينا نشير بداية إلى أنه معظم الطرق في بيروت والمناطق تم قطع مساء هذا اليوم ابتداء من الرابعة والنصف مساء. خليني بلش من منطقة صيدا يلي عم تشهد احتجاجات لافتة الليلة، وتم اقفال الاوتوستراد الذي يربط عاصمة الجنوب ببيروت. كذلك في حديث عن قطع الاوتوستراد بمنطقة البترون منذ بعض الوقت ايضا، وهناك تحضيرات لقطع الاوتوستراد كما ليلة امس بمنطقة جل الديب. بمنطقة بيروت هناك قطع لعدد من الطرقات في عدد من المناطق. في منطقة عرمون أيضا تم إقفال عدد من الطرقات المدينة الرياضية، وأيضا منطقة خلدة تم إقفال الأوتوستراد الرئيسي منذ بعض الوقت بالإطارات المشتعلة. ساحة الشهداء تم إقفال الطريق فيها مقابل مسجد محمد الأمين قرابة الساعة 6 من مساء هذا اليوم، ويعاد فتحها وأغلاقها من وقت إلى آخر. أنا الآن متواجد بمنطقة جل الديب. بمنطقة جل الديب تم إقفال المسربين الشرقي والغربي، والأمر أدى إلى زحمة سير خانقة جدا خصوصا للسيارات، يعني السير كان قوي جدا من منطقة بيروت باتجاه جل الديب، وتم تحويله إلى الطرق الفرعية وأيضا إلى الطريق البحري مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل الياس بدر. تم تحويل الطريق بالاتجاهين، الطريق البحري يعني صارت ذهابا وإيابا من جل الديب إلى بيروت ومن جل الديب إلى منطقة جوني.
مثل ما عم نشوف حاليا بعدسة الزميل الياس بدر. وايضا هبه كمان عم نشوف عم بعيد شوي زحمه السير الخانقه جدا على الاوتوستراد على المسلك الشرقي لكل يلي كانوا متجهين الى منطقه جل الديب من بيروت. وراي ايضا حرق الاطارات بلش منذ قرابه النصف ساعه، بلش حرق الاطارات بشكل كبير على المسلك الغربي، وتم تحويل السير بشكل كامل الى الطريق البحريه والطرق الفرعيه من قبل المحتجين على الاوضاع المعيشيه والاجتماعيه بلبنان. خبرني بدايه انت من وين جاي وليه عم بتسكروا الطريق اليوم، علما انه عم بتسكروا الطريق على ناس يمكن هن موجوعين مثلكم وعم بيعانوا من نفس الازمه يلي انتم عم تعانوا منها. انا جاي من بخون الضنيه من الشمال، نزلت لهون على جل الديب كرمال العالم كله تحس ببعضه وجاي واقف مع اخواتي الثوار الشرفاء، نحن وجانا، نحن بطل عنا امل يمكن 1% بهالسلطه الفاسده، نحن وصلنا لمرحله ما عم نلاقي علبه حليب بالصيدليه، ما عم نلاقي كيس حفاضات بالدكان، ما عم نلاقي شيء بالسوبر ماركت، ما عم نلاقي شيء، وما بنروح كل شيء فاضي، كل شيء غالي، البنزين صار ب 40,000، علبه البنادول صارت ب 15,000، كل شيء غلى غلى كله غلى. انا بس بدي اتشكر شغله، اتشكر شخص عندنا بشمال البخون الاستاذ جهاد الصمد عوار. شكرا 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 لك. منطقته بالمستشفيات شكرا لك شكرا لك. كمان خبرني ليش عم تسكروا الطريق، ومثل ما قلت له يمكن عم تسكروا على ناس موجوعين مثلكم وعم بيعانوا من نفس المشكله، يعني في عجقه سير كثير كبيره من بيروت الى جل الديب. نحن عم نسكر الطريق تنعبر عن غضب، غضب لانه الجوع مش عندي وعند غيري، لا الفقر مش عندي وعند غيري، لا الدولار والبنزين والخبز وكل شيء. ندعي كل هالناس اللي بالسياره توقف سيارتها وتنزل توقف معنا تعبر عن الغضب، لانه اكيد هن جعانين وفقراء وعم بيعانوا من كل المشاكل اللي نحن عم نعاني منها. وحتى الناس اللي ببيوتها مش ما بينفع ننق على التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك وننق كل نهار النق، خلي يدوروا وينزلوا يوقفوا معنا هون، لانه كل ما كبر عددنا كل ما وصل صوتنا للسلطه اسرع. البعض عم بيقولوا بتسكروا بالليل بس تتركوا الامور طبيعيه بالنهار، هل هالشيء بينفع؟ نحن بدنا ندعي العالم تنزل توقف معنا تنضاين من الليل للنهار، لانه ما فيها مجموعه صغيره او المجموعه اللي عم بتكون بالليل 24 ساعه، في ناس بدها تروح ترتاح، كل العالم تنزل تنضاين 24 ساعه تنوصل صوتنا ويحسوا عدمهم. شكرا لك هبه، يعني هذا هو الواقع بمنطقه جل الديب بهيدي الاثناء، اقفال المسربين الشرقي والغربي، زحمه سير خانقه، يعني سيناريو ومشهد كل ليله عم بيتكرر اليوم ايضا. هيدا كل شيء، عوده لك بالاستوديو. نعم شكرا لك بيير على هذه الرسالة. كنيسة سيدة النجاة من أهم محطات زيارة قداسة البابا برمزيتها العراقية بعد المجزرة التي كانت قد شهدتها، وحوله تحلقت القيادات العراقية الروحية بعد استقبال مهيب. ريماندو. لم يشأ البابا فرانسيس خذلان العراقيين مرة جديدة وإرجاء زيارته للعراق، فتحدى فيروس كورونا والمخاطر الأمنية محققا حلما قديما للبابا يوحنا بولس الثاني الذي خطط عام 2000 لزيارة مماثلة، إلا أن النظام العراقي أنذاك أعلن عن عدم قدرته تنظيم الزيارة. في زيارة حج هي الأولى له بعد تفشي فيروس كورونا، سجل البابا فرانسيس زيارة تاريخية في توقيتها ومضمونها على أرض مقدسة عانى العراقيون المسيحيون فيها من الاضطهاد والتهجير والقتل، خصوصا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وحملت الزيارة عنوان أنتم جميعكم أخوة. وتشمل الزيارة عددا من المحافظات العراقية من بينها النجف وذقار وأربيل والموصل إضافة إلى العاصمة بغداد. المحطة الأبرز في اليوم الأول من الزيارة كانت كنيسة سيدة النجاة في العاصمة العراقية، حيث أقام قداسا بحضور رسمي وشعبي، وتأتي رمزية هذا القداس بأنه يقام في كنيسة ضربها الإرهاب في العام 2010، حيث لقي أكثر من 58 مسيحيا مصرعهم، بينما كانت الكنيسة تقيم قداسا واقتحمها مسلحون وأغلقوا أبواب الكنيسة بعد دخولهم واحتجزوا عشرات الرهائن وطلبوا بإطلاق معتقلين من القاعدة. البابا فرانسيس توجه إلى الحضور بالقول: كان عليكم أن تواجهوا عواقب الحرب والاضطهاد وأن تناضلوا من أجل الأمن الاقتصادي والشخصي، قائلا: نحن نعلم كم هو سهل أن نصاب بفيروس الأحباط، لكن الله منحنا لقاحا له. مضيفا: سأتوجه إلى مدينة أور لنؤكد أن الدين يجب أن يكون لخدمة السلام.
البابا فرانسيس ومن القصر الرئاسي في بغداد خلال لقائه الرئيس برهوم صالح وصف الهجمات التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية على يد داعش في العراق بالهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية، معلنا أنه جاء إلى العراق حاجا ومشيرا إلى أنه رغب بزيارة العراق منذ فترة طويلة وأن العراق عانى كوارث الحروب التي تحتاج لسنوات حتى تشفى. جئت إلى العراق حاجا ورغبنا منذ فترة طويلة بزيارة العراق الذي عانى كوارث وحروب تحتاج لسنوات حتى تشفى. العراقيون مطالبون بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش، والمسيحيون هم أهل هذه الأرض وملحها، ولا يمكن تصور الشرق من دونهم. الرئيس العراقي برهم صالح من جهته اعتبر أن هناك فرصة تاريخية لجعله مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك ودعم التنوع الديني والاجتماعي، وصفا ذلك بقيم إنسانية يصل صداها إلى العالم أجمع، قائلا لا يمكن تصور الشرق من دون المسيحيين. يشعر العراقيون بالاعتزاز لقداستكم حيث تحل بينهم ضيفا كريما عزيزا، رغم التوصيات الكثيرة لكم بتأجيل الزيارة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وبالرغم أيضا الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها بلدنا الجريح، إذ أن تجاوز كل هذه الاعتبارات يضاعف قيمة الزيارة في وجدان العراقيين. وكان البابا فرانسيس ومرافقوه وطاقم أمني ونحو 75 صحفيا وصلوا من مطار ليوناردو دافنشي في روما إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة استغرقت 4.5 ساعات. وكان في استقباله رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الكاظمي حيث عقدا محادثات مطولة في صالة المطار. تحضيرات لوجستية وإجراءات أمنية كانت سبقت الزيارة، والجيش العراقي نشر آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن. إجراءات أمنية ولوجستية استبقت زيارة البابا فرانسيس للعراق تستمر ل4 أيام، زيارة وصفت بالتاريخية كونها أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى هذا البلد. من مطار بغداد إلى القصر الرئاسي توجه البابا للقاء فعاليات اجتماعية ودينية على أن تكون أولى محطاته في كنيسة سيدة النجاة في العاصمة العراقية بغداد، وأن يقيم فيها قداسا بحضور رسمي وشعبي. وتأتي رمزية هذا القداس بأنه يقام في كنيسة ضربها الإرهاب في العام 2010، حيث لقي أكثر من 52 مسيحيا مصرعهم إثر عملية تحرير عشرات الرهائن احتجزهم تنظيم القاعدة الإرهابي داخل الكنيسة الواقع بحي الكرادة في بغداد. بعد ذلك يزور البابا عددا من المحافظات العراقية من بينها النجف وذي قار وأربيل والموصل بالإضافة إلى العاصمة بغداد. أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن زيارة البابا فرانسيس للعراق تاريخية وتحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي، داعيا له بالتوفيق في رحلته وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية. رحب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بوصول الحبر الأعظم البابا فرانسيس العراق، آملا أن تشكل هذه الزيارة دفعا لإرساء سلام حقيقي يحتاجه العراقيون كما سائر شعوب المنطقة. وكتب الرئيس عون عبر صفحته الرسمية على تويتر: أهلا بقداسة البابا فرانسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطئ لقاء الحضارات والأديان والثقافات، وكلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعا لإرساء سلام حقيقي يحتاج شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن زيارة البابا فرانسيس العظيمة والتاريخية إلى العراق تدل على محبة قداسة البابا للعراق والشعب العراقي، كما تدل على أنه حمل في قلبه الجرح الذي تألم العراق وما زال يتألم منه. وفي حديث للصباح العراقية قال الراعي: أعتقد أن قداسة البابا لديه طريقة يضمد من خلالها الجراح، خاصة من خلال اللقاء في النجف الذي يؤكد على الأخوة الإنسانية. ولفت إلى أن قداسة البابا يريد أن تكون العلاقة مع المسلمين علاقة كاملة، فمنذ فترة أكملها مع الطائفة السنية مع سماحة الشيخ الأزهر في أبو ظبي، وحيث تم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، والآن مع المرجعية الشيعية في النجف الأشرف آية الله العلامة السيد علي السيستاني.
بكم من جديد وإلى الهم المعيشي. كيف يتنقل اللبناني مع رفع تسعيرة السيرفيس ل4000؟ ندى الحوت والتفاصيل. الله يعيننا، مش عارفين حالنا وين رايحين ولوين جايين. عم بياخدوا 5000. انت بتفضلي تطلعي بالفان؟ بالفان بدفع 2000. هذا هو حال اللبناني، فلا خطة مدروسة للنقل المشترك، والسائق يعاني الأمرين جراء عدم تأمين قوت يومه الذي يبدأ 7 صباحا وينتهي مساء. 3000 ما بتوفي معنا. ما بتوفي؟ لا ما بتوفي، لأنه ترك 33000 وكله عم يغلى، ما في منه شيء غير أو في حلو حلول. ما الدولة ما سائلة على شيء. أنت هلأ عم تبرم وما شايفة أنا معك حدا يطلع. صري من الصبح عم ببرم، بلاقي راكب راكب عملونا يا 4000 على الفاضي، عم يطلعوا معي بثلاثة ما معنا غيرهم، بصيروا يبكوا لنا، يعني ما بيشعر بالفقير إلا الفقير اللي مثله، ما في شيء أشغال. طلبوا زودة 4000 بس ما عم نقدر على 4000، ما معهم العالم، ما فيك تطلعي بخمسة وبأربعة، معناتها أنت ما بقى فيك تشتغلي بالمرة كمان. صح، طلعي على القليلة البنزينات. حركة شغل ما في رحمة الله، بس نظر بس هلا راي عبي بنزين عندي انا، هلا كيلو الزيت حقه 60000، 450000 مع فرته، لو ما الله نحن منموت يا عمي، خليهم ياكلوا يعملوا اللي بدهم اياه، بس اكثر من هيك ما في لك. نطلب من ربنا انه نضلنا بصحتنا، بس اللي الله بيعطيك اياه ما حدا بيقدر يعطيك اياه. لم يعد هناك اي بصيص امل للبناني البقاء في بلده بعد وصول الحال الى ما نحن عليه. الوجع على الكل، ما في حدا منه مزعوج، ما في حدا منه مضايق، ما في حدا ما عم بفكر يسافر. أنا عندي 4 أولاد بتمسك بالوطن وبدي ضل هون، لأنه أنا بحب بلدي وما بحب الهجرة وما بحب السفر، بس هلأ صرت سيريسلي عم فكر فيها، ما بقدرين نتحمل. لوين؟ خلص يتقوا اللي فينا. رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل بسام طليس يضع المشكلة بيد الحكومة فقط. قطاع النقل هو يقوم مقام الدولة اللبنانية بعمل النقل العام، وبالتالي هذا موضوع مش عنا، هذا موضوع عند الحكومة اللبنانية، عند الدولة اللبنانية مجتمعة. فبس يقعدوا على طاولة ويناقشونا بموضوع النقل وخطة النقل لكل حادث حدث. مع الأزمة الاقتصادية المعيشية والجوع على الأبواب، ماذا ينتظر أهل الساسة لتشكيل الحكومة لإنقاذ ما تبقى من وطن اسمه لبنان؟ إذا كانت صرخات الشارع غير مسموعة، فهل من يسمع صرخة وزير التربية الذي قال أن التعليم ليس في أولويات السلطة في لبنان؟ فلا دعم ولا مساعدات مالية ولا لقاح هذا العام للقطاع التربوي، معلنا التوقف كليا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى. وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحفي رأى أن المطلوب اليوم هو عودة آمنة إلى المدارس، وذكر بأن القطاع التربوي أمام مفترق طرق، إما الانهيار وإما تصرف مسؤول من الجميع، لأنه من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقومات تحصينه. وأعلن المجذوب العودة الآمنة للمدارس في 22 آذار للشهادات الرسمية عبر الدرس المدمج، وأكد بأنه سيتم إجراء الامتحانات الرسمية بعد رفض العديد من الدول العربية والأجنبية قبول إفادات العام الماضي. وأضاف نعلن التوقف كليا عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى، وليتحمل أصحاب الوعود وعودهم وليتحملوا نتيجة وضع التربية في آخر الأولويات. إننا كقطاع تربوي على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس بصورة متدرجة، تبدأ بتلامذة الشهادات الرسمية ابتداء من 22 آذار، وذلك تمهيدا لفتح المراحل والحلقات الدراسية الباقية. ولكن لكي نستطيع تأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج، نرفع الصوت عاليا لتأمين الفحوص من PCR ورابيد تيست واللقاحات. توصلنا إلى قناعة بأن التربية في لبنان ليست ضمن الأولويات، وذلك بعد معاناة يومية واجتماعات مع المسؤولين والوزارات والمؤسسات المعنية بتأمين حاجات هذا القطاع. فالوعود لا تعد ولا تحصى، إلا أن العبرة في التنفيذ،
ولا تنفيذ. توافقنا على ضرورة إقرار مشروع قانون 500 مليار ليرة المخصص لدعم المدارس الخاصة والرسمية. توافقنا وأكدنا على إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة 1 مليون ليرة لكل متعلم. إن القطاع التربوي أمام خيارين: إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص. المجذوب أشار إلى أن هناك من يستسهل الإفادات في لبنان، ونحن طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم، موضحا بأنه حتى الساعة هناك أساتذة مستعان بهم لم يأخذوا حقوقهم لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يصرفوا الأموال، مؤكدا بأن اللقاح أولوية لتأمين عودة آمنة للدرس المدمج. قطع أهل الطلاب في الخارج طريق وساحة شتورة مقابل المصارف لبعض الوقت احتجاجا على عدم تطبيق القرار 193 بصرف 10,000 دولار لكل طالب يتخصص في الخارج. ورفع المحتجون شعارات، وتلا أحد المحتجين بيانا طالب فيه الرؤساء الثلاثة والسلطة القضائية بترجمة وعودهم، وأكدوا أن الاستمرار بالمماطلة سيحول الطلاب من مشاريع نخب إلى قنابل موقوتة. وطالب المحتجون بمحاكمة حاكم مصرف لبنان الذي أساء الأمانة العامة. والنالك عم بيعانوا والطلاب بالشوارع ولح يفقدوا مقاعدهم الدراسية. كان جوابك إلنا إنه هاو الطلاب أولادك وهاي القضية قضيتك وما لح تتركهم، بس نحن لحد هلأ بعدنا بالشوارع مع أولادنا وما في نتيجة، والعبرة بالتنفيذ. وين وعدك فخامة الرئيس؟ دولة الرئيس نبيه بري، هاي القضية جعلت من أولادنا ومن طلاب لبنان هن الطب والهندسة ضحايا. هالقضية الوطنية ما بتستحق من دولتك جلسة استثنائية لمجلس النواب لوضع حد لموظف محترق. السفيرة الفرنسية رأت أن الوضع الطارئ في لبنان على الصعيد الصحي والاقتصادي يتطلب يقظة، مشيرة إلى أن عملية النهوض تبدأ بتشكيل حكومة من دون تأخير. السفيرة الفرنسية في لبنان أنجريو وفي مقال لها رأت أن عملية النهوض في لبنان تبدأ بتشكيل حكومة من دون تأخير، تكون مستعدة للعمل بجدية، لافتة إلى أن الوضع الطارئ على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب يقظة، كما يستوجب أن يتحمل أخيرا جميع الأفرقاء السياسيين مسؤولياتهم. غريو أشارت إلى أن فرنسا تستمر عبر خطوات ملموسة بالوفاء بتعهداتها بطريقة تتكيف مع احتياجات اللبنانيين، لافتة إلى أنه بعد 3 أشهر من المؤتمر الدولي الذي انعقد في شهر كانون الأول تتواصل مساعدة فرنسا للبنان، وذلك بعد المؤتمر الأول الذي انعقد في 9 من شهر آب بعد انفجار المرفأ. لقد خصصت فرنسا أكثر من 45.5 مليون يورو لمساعدة البيروتيين في مجالات الصحة والمساعدة الغذائية وإعادة بناء المدارس التي تضررت جراء الانفجار وإعادة ترميم المباني التراثية. وأضافت غريو إن هذا الدعم الطارئ كان وما زال ضروريا، لكنه لا يمكن أن يحل مكان القيام بالإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون ليكون لهم دولة تضمن حقوقهم كمواطنين وتستجيب لتطلعاتهم المشروعة بالعيش بكرامة في بلد موحد سيد وينعم بالسلام. واستمرارا للمشاركة الفرنسية في إعادة بناء بيروت، أعلنت غريو أنها ستوقع يوم الاثنين المقبل اتفاقية مع اليونيسف لدعم إعادة تأهيل مستشفى الكارنتين الحكومي. وأعلنت أنه في الأيام القليلة المقبلة ستقدم فرنسا هبة جديدة وهي كناية عن معدات طبية أساسية من أجل مكافحة جائحة كورونا. افتتح وزير الصحة حسن حمد المستشفى التركي في صيدا حمد حسن المستشفى التركي في صيدا ليكون مركزا معتمدا للتلقيح ضد كورونا.
إلى جانب مستشفى صيدا الحكومي، وذلك بحضور السفير التركي ورئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي، إضافة إلى عدد من الأطباء. خلال شهر تقريبا قدرنا بالتعاون مع سعادة السفير التركي وبلدية صيدا وبتنسيق مع دكتور بزري لنوضع حقيقة افتتاح المستشفى حيز التنفيذ مظبوط انطلاقا من التلقيح، ولكن بوعدكم ان شاء الله مثل ما لازم كلنا بالمواقع الرسمية انه نكون الصادقون ودائما الداعمون لأي مؤسسة استشفائية بهالوقت العصيب خاصة بمواجهة جائحة كورونا. صدر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان البيان الآتي: يعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأمريكية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار بالإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي. نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركز رياض سلامي. وقال المتحدث لرويترز: اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامي، هذه التقارير غير صحيحة. غرد أمين عام اتحاد المصارف العربية عبر تويتر قائلا: الأخبار التي راجت حول فرض عقوبات على الحاكم رياض سلامي ليس من شأنها إلا زيادة الضغط والتشنج على الساحة المصرفية والمالية المنهكة أصلا، فلنحافظ على ما تبقى من أمل لإمكانية الإصلاح والخلاص. منطقة كفردبيان بلغت قدرتها الاستيعابية القصوى اليوم، والبلدية طلبت من المواطنين عدم التوجه إلى مراكز التزلج. إنه عن حق بلد العجائب، ففي وقت يتحدث العالم بأسره عن الانهيار الاقتصادي في لبنان، شهدت البيستات في كفردبيان حشدا بشريا غير مسبوق، الأمر الذي دفع البلدية لطلب من المواطنين عدم التوجه إلى البيستات لأن المنطقة وصلت إلى سعتها الاستيعابية القصوى، وعملت شرطة بلدية كفردبيان مع القوى الأمنية على رد السيارات المتوجهة إلى المنطقة. اليوم فينا نقول أول يوم بلش موسم التزلج، بالنسبة للطقس كان منيح، توجهت كل الناس للمنطقة. نحن كبلدية طبقنا كل الإجراءات يلي اتفقنا عليها مع معالي وزير الشباب والرياضة يلي كانت هون من يومين، واتفقنا على كل الإجراءات يلي عم نشوفها. البلدية طبقت الشق المتعلق فيها، وبالنسبة للتشيك بوينتس، بالنسبة لمراقبة السيارات اللي جايين للساعة الاستيعابية للمنطقة، بعض الفوضى يلي شفناها هي كانت على ديباريت التزلج يلي كان لازم الشركة المشغلة تاخد إجراءات صرامة أكتر جوا بالنسبة لموضوع السيكوريتي، ولا ينعمل الكيو يكون أطول مشان لما يكون في ابتزاز. رئيس البلدية من شوي كان في اجتماع على الساعة 4، رح يكون في إجراءات صارمة أو بيتاخد إجراءات بالنسبة للتباعد ويتنظم الموضوع أكتر بقلب الشركة، أو نحن رح ندعي لأقفال موسم التزلج السنة بكل الأسف، لأنه صحة الناس هي الأهم والأقل. واقع كفردبيان اليوم إن دل على شيء فهو على أن المجتمع اللبناني انقسم لبال شطر ما بين طبقة غنية بامتياز وأخرى يتآكلها الفقر المدقع. ختام النشرة وإلى اللقاء.